في يوم من الأيام يقول أحد وكلاء النيابة، رجل يعمل في مخفر شرطة، يقول: جاءني رجل كبير بالسن مهموم يريد أن يشتكي. قلت له: يا حج، ماذا عندك؟ قال: يا ابني، أنا رجل مسكين، عندي 7 أبناء كلهم عميان، ما في ولا واحد فيهم يبصر. يقول: في يوم من الأيام علمت أن 2 من أبنائي أستطيع علاجهما، وأخبرت عن طبيب حاذق في مدينة أخرى، لكن أحتاج للعملية ما يقارب 2000 دينار، 2000 دينار. يقول: فقلت له: طيب، وما الذي حصل؟ يقول: كنت في ذلك اليوم جهزت السيارة وفيها 2000 دينار، وذهبت لآتي بأبنائي لنركب السيارة ونسافر، أنا فرحان أن 2 من أبنائي سيبصران. يقول: لكن لما خرجت لم أجد السيارة، السيارة سرقت والمال فيها. تخيل، واحد يجمع المال منذ زمن طويل، ما عنده فلوس، هو على قد حاله أصلا، بالغصب جمع هذه الفلوس عشان يعالج أولاده، فلا هو سلم من السيارة ولا من الأموال، ولا يستطيع أن يعالج أبنائه، يعني شوف الهموم التي ركبته. قال الضابط لهذا الرجل: قال: يا حج، لعلها خير، ما تدري، لعل هذا الذي حصل خير لك، ولو أطلعك الله عز وجل على الغيب لما اخترت إلا واقعك. شفت هذا الواقع اللي أنت فيه؟ هو أفضل ما تختاره لنفسك لو أطلعك الله عز وجل على الغيب. يقول: لم يهتم الرجل، فالهم كبير، ما اهتم لكلامي. يقول: وخرج من عندي، أخذنا المعلومات عن السيارة. يقول: وبعد 2 أسبوع وجدوا السيارة في الصحراء، الحمد لله السيارة سليمة. كلمتهم، قلت لهم: فتشوا في الأدراج تجدون 2000 دينار؟ قالوا: نعم موجودة، السيارة أخذها أطفال صغار يلعبون، يركبون السيارة، أخذوها لما خلص البنزين الوقود، وضعوا السيارة في الصحراء ومشوا، خلوها. يقول: الحمد لله السيارة سليمة وفيها 2000 دينار. فاتصلت مباشرة على الرجل وجاءوا به إلى المخفر. يقول: فأردت أن أبشره، قلت له: يا حج، عندي لك بشارة. قال: وأنا أيضا عندي لك بشارة. فقلت له: قل لي بشارتك. قال: لا، أعطني بشارتك أولا. فقال الضابط لكبير السن، قال: يا حج، وجدنا السيارة سليمة ليس بها شيء، والحمد لله وجدنا 2000 دينار موجودة. يقول الرجل: ما تأثر كثيرا. قلت له: يا حج، وما بشارتك؟ قال: أرأيت الولدين اللذين كنت سأعمل لهما عملية لإرجاع البصر؟ قلت: نعم. قال: أرجع الله لهما البصر بغير عملية. الحمد لله، فجأة هكذا رجع لهما البصر. كيف؟ الله عز وجل قدر أن تتأخر العملية حتى يرجع لهما البصر بغير عملية، وربما لو عمل العملية أفسد العينين. يقول: أرجع الله العينين بلا عملية. ثم أرجع السيارة وبقيت الأموال. أرأيت؟ لعله خير. قد ترى المصيبة بحد ذاتها مصيبة، لكن ما تدري، لعل الله عز وجل كتب لك بها الخير. فقل دوما: لعله خير.